على طول بعدين حنرجع نخلط هاي المكونات. والفكره هون انه انا استعملت البصل المطحون مو البصل المفروم، يعني لازم يكون مطحون لحتى يعطي هيك طراوه وجوسينس للوصفه. ما بيكون، وبعدين ما بتفرط معانا الكباب، بتعرف لما تفوت بمرحله الشوي بعدين يفرط السيخ على زي ما يصير معي دائما. لا انت قلت لي بتشوي بمهاره، خلص بتصير اياها انت ما حدك تدققين علي. بدك تشوي كنت شيش طاووق، هذا سهل شيش طاووق. هو شيش بس يعتبر مشاوي، الكباب اصعب. الحين بسالك سؤال، اذا اخذت انا برجر وشويته هل اعتبر انا قاعد اطبخ ولا لا؟ لا طبعا عم تطبخ اكيد، هذا طبخ يعتبر. ايه طبخ طبخ.